الحقيقة شعور أول ما دخلت أنت ثم كل البرد، يعني أول ما ندخل ياسر باردة، شعور يعني ممتلئ، يعني مزيج هو الحقيقة ما بين يعني سبحان الله، يعني نحت الصخر كيفاش كان والكهوف، وما بين زاد التاريخ هنالك الديناصورات يعني من لوتر كوتي من هنا، وثم زاد يعني تجسيمات لأجدادنا وأسلافنا القدامى كيفاش كانوا، على يعني هيئتهم كيفاش كانت بحضة القريبة من الديناصورات. هذا الكهف الحقيقة هو مزيج ما بين الطبيعة كما قلت، ما بين التاريخ، فيها يعني روح جميلة جدا. اليوم زيارتنا لمغارة الباز اللي احنا نعتبروها قبلة سياحية كبيرة جدا، نتمنى ان احنا صحفونا او الصحف العربية والحتى الاوروبية انهم يزوروا هالمتحف السياحي اللي نتمنوه ان احنا يكون ان شاء الله قبلة سياحية ان شاء الله لدول المغرب العربي وللعالم كأجمل. كان لي الشرف في زيارة جيجل وزيارة معالمها واستكشافها بحضور المشرفين على الجامعة الصيفية، وأيضا الزملاء من البلدان الأخرى. ونتمنى هذه ليست أول زيارة للجزائر، وأتمنى لا تكون الأخيرة. أتمنى من أن أزور كل الولايات الأخرى، وأن تأتي الناس الأخرى من البلدان لزيارة الجزائر الجميلة والحبيبة. بكل صراحة والله العظيم أن أنا اليوم الرحلة هذه أقل ما يمكن نقول أن انبهرت بالمكان. يعني أنا مش متوقع أبدا أن في الجزائر، وهذا عن قل معرفتي، يعني أن فيها أماكن عجيبة، هي اسمها الكهوف العجيبة، فهي فعلا عجيبة. لما دخلنا شعور غريب، مكان ضخم، مكان فيه اهتمام كبير، النظافة، الاستقبال كان ممتاز. يعني أنا نهنئ الاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين على هذه الدورة الأولى، الدورة المغربية، اللي نحن بشفنا حاجات كيف هذه، وحنشجع أنا كل الأقارب والأصحاب أنهم يزوروا الجزائر بصراحة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.